الآخر راني سميتها حكام بدون ضمائر، ما عطاهمش ربي الضمير، ما عطاهمش ربي ذاك القلب اللي كيحرق، ذاك القلب اللي كيقول واه الله ينعس الشيطان الحرام يحشومه. لا ما يمكنش، شيط حشومه ما يمكنش، وما عندهمش، ما عندهمش أخلاق، ما عندهمش ضمير وما عندهمش أخلاق وما عندهمش طبيعة. فسيدينكم التاريخ منهم هاد السيد هذا اللي حطوا لينا هنا شي تخلويت كيفاش داير. علاش كنا كنقولوا بان هادو الناس كيتصلوا بهم في غرفه الفار، من خارج غرفه الفار كيتصلوا بهم كيعطيوهم الاوامر. شوف هاد السيد هذا كان في غرفه الفار والفار كاين وصوراتو اللقطه ديال اللي كتنقل المقابله القناه، خدام ما عليه ما بيه، حتى شي لقطه موقفها وكانت اخطاء موقف، حتى شي لقطه موقف الحكم. الفار بين 20 وضحاها وصلت الدقه 20 الفار ولا خاسر، سبحان الله.